اهلا بكم. سمعنا كتير جملة اوعى تعمل عملية اللوز قبل 3 سنين. كتير الحقيقة قالوا الكلام ده وقالوا اسباب كتير جدا، لان قبل 3 سنين الطفل بيبقى صغير، الطفل بيبقى قصير، الطفل بيبقى ضعيف، الطفل بيبقى مناعته ضعيفة، كلام كتير جدا. دي معلومة طبية خاطئة. الصح ان اللوز بتعمل من سن يوم، لما تحتاج تتشال، سواء كانت متضخمة، سواء كانت قافلة مجرى التنفس، سواء كان عدد التهابها عدد مرات كتير في السنة. طالما دكتور واستشاري الأنف والأذن قرر ان اللوز تتشال من سن يوم، يبقى اللوز تتشال. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.